بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس، حلقه يوم الحد، دايما في انتظار تلبيه كل رغباتكم وامنياتكم في واحد من الناس. واحد من الناس بعد 10 سنوات بيسعد جدا جدا باي طلبات تجيله، مستمرين في كل انواع الخدمات، كل يعني اللي نتمنى ان احنا نقدر ندخل البهجه والسرور في حياتكم، لبيوتكم، لاولادكم، لاسركم، لكل ست مصرية، لكل أب، لكل شاب. يا رب نقدر ندخل البهجة والسرور لقلوبكم وبيوتكم في واحد من الناس. عطية كانت معيدة في كلية الفنون الجميلة، استقالت منها علشان تتفرغ لتربية ابنها عالم الذرة الراحل خالد السعيد، خصوصا بعد وفاة والده من تقريبا 40 سنة. خالد قدر ان هو يتفوق في دراسته في كلية العلوم، وبعد كده واصل مسيرته العلمية بنجاح لغاية ما حصل على الماجستير والتحق بالعمل في هيئة الطاقة الذرية وحصل على الدكتوراه، وأجرى العديد من الأبحاث على مرض السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح واحد من أهم علماء الذرة البارزين. وقبل ما يستعد لإقامة حفل زفافه أصيب بأزمة قلبية وتوفاه الله. الحاجة فاطمة قررت أن تخلد ذكرى ابنها بإقامة أول مستشفى في الدقهلية لعلاج سرطان الأطفال، وتبرعت بالأرض اللي هيقام عليها المستشفى. وبالفعل التقت بالسيد المحافظ الدكتور كمال شاروبيم وهي على الكرسي المتحرك، وكانت رفعة في ايديها صورة ابنها في مراحل عمره المختلفة. الحقيقة وانا بقرأ حكاية الحاجة فاطمة على السوشيال ميديا حسيت قد ايه هي ست عظيمة، وانها قررت انها تستكمل رسالة ابنها بعد وفاته عشان تقدر تخدم الاف المصابين بهذا المرض اللعين. بوجه التحية للحاجة فاطمة على شعورها الجميل، على رحلة كفاحها، على تربيتها لابنها عالم الذرة العظيم الراحل خالد سعيد. يا حاجة فاطمة، إذا خالد كان مات فإحنا كلنا أولادك، ربنا يرحمه ويصبرك على فراقه. حوالي 14 مليون جنيه هي قيمة 7 أراض على الطريق الرئيسي وبيت على مساحة 200 متر. دي أملاك السيدة فاطمة حسين اللي قررت تتبرع بكل ده لبناء أول مستشفى لعلاج السرطان بالدقهلية. طيب يا ترى صاحبة الملايين دي ساكنة بفيلا ولا قصر؟ سألنا عليها فشاورولنا على بيت كده ورا الأرض، مبني من الطوب الأحمر، وفي الدور الأول شقة أقيم محتوياتها هو غلاية مية. وكانت الحاجة فاطمة مفاجأة لينا كلنا، ست اللي يشوفها ما يتخيلش أبداً إن ليها أي أملاك بالملايين، ولأنها مصابة بشلل نصفي فتقريباً ما بتتحركش من مكانها ده. طب والأرض والملايين ورغبتها لإنشاء مستشفى علاج سرطان، السر فيها؟ السر في كلمة واحدة، ابنها الدكتور خالد اللي وصل لمادة بتسهم في علاج مرض السرطان. قال لي يا ماما أنا سافرت أمريكا وجبت مادة الكيتين ديت مادة السرطان. قال لي يا ماما لو مت
تعملي المادة دي جابتها مرض السرطان، ولو عشت أنا اللي هعملها نش في إيه 7-8 قرش كده في قلب أرضش المستشفى للسرطان. يعني أسيب وصيته، وصية الميت مش بتنفس ولا إيه؟ يعني أنا أعمل المستشفى دي عشان برضان ناري بس أموت وأنا مرتاح. وصية خالد كانت بناء مستشفى تعالج المرض اللعين، وده ما جاش إلا نتيجة سهر ودراسة واجتهاد بدأوا من سنين عمره الأولى. أول ما يخش عريزات، بعدين بقى مش أنا بقى في التعليم، وبعد خدمة ماجستير من المنصورة دخل كلية إيه؟ كلية العلوم. وبعد ما دخل كلية العلوم بقى سافر أمريكا إزاي؟ ده هو بعد ما خلص خالص يجيب مادة الكيتين ويشوف الكيتين ده صح ولا لا، وجاب المادة من هناك وعملها. كان وليد لصبر والدته اللي كانت له الأم والأب والصديقة. طبعاً عيل عنده سنتين، أبوه مات وساب، وبقيت أنا أمه وأب وربته أحسن تربية، والآخر خلي الدكتورة هما تبقى ليه إيه؟ من عينيه بدل ما تجيب دموع بتجيب دم. وفي وسط النجاح العلمي اللي عايشه الدكتور خالد، وقبل فرحه بأيام زي أي عريس مشغول بلون البدلة وشكل الجرفطة، قرر الموت يوقف كل شيء بلا استثناء. قمنا بلا الفرح وجبنا جرفطات، جبتنا جرفطات نقيتها، ما خدتش بالي إن البدل مش مخططة، مسك البدل في إيده، الجرفطات في إيده ومخططة، وراحين نغيرهم. فبركن كده على كتفي وانا قدام دوره الميه، فبقول له ايه ما تقوم يا شيخنا غيرهم بقى في ايدك اهو، ما تقوم غيرهم، اجيبهم زي ما انت عايز، اجيبهم ساده زي البدل، عشان عايزهم ساده انا اجيبهم ساده. ما ردش ده وقع. بقول له سبتني ليه يا دكتور خالد؟ سبت امك بعدها كله يا دكتور خالد، ومشيت ليه وسبتني وانت عليك؟ ما توفى سرقت ورحت المستشفى 3 أشهر، وجيت بعيد عني الجثه دي، قالوا صدمه عصبيه، الجثه ما يقومش من مكانه. قعدت 4 أشهر بس، لما فوت كده وقلت هو الدكتور خالد كان قايل على ايه؟ قايل على كذا 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 كذا، لابد انفذ له ايه طلباته. عشان كده الحاجه فاطمه ما ملتش، وبتحاول تحقق حلم اتمناها ابنها الدكتور خالد في يوم من الايام، وبقت عايشه عشان بس تشوف اسمه على المستشفى الأولى لعلاج السرطان بمحافظة الدقهلية. وصلنا لفقرة حقق حلمك، هذه الفقرة اللي بنتمنى فيها ان احنا نحقق كل أمانيكم وأحلامكم، وبنبقى سعداء جدا انا وفريق العمل في البرنامج لما بتجينا طلباتكم، ونتمنى ان احنا نقول يا رب نقدر نحقق الأمنيات اللي بتجينا، واحنا مستمرين في تحقيق احلام كل اللي بعتولنا انتوا بس احلامكم على صفحه البرنامج واحد بالناس على قناه النهار على الفيسبوك، وربنا يقدرنا ونحقق كل احلامكم. النهارده الحمد لله جدنا رساله من الست سمر حسن، بقول لكم ايه، بدل ما اتكلم كتير تعالوا معايا نروح نزورها. هذا بحقق حلمة، جات لي رسالة من السيدة سمر حسن محمد، ده بعتت على صفحتنا على الفيسبوك على صفحة واحد بالناس على قناة النهار، بتقول ان هي ساكنة في شارع جندي بجوار فرن سيد فؤاد حدائق حلوان، وان جوزها سواق على عربية نقل من 7 سنين، العربية اتقلبت بيه وجات له غيبوبة لانه عنده السكر، ودخل المستشفى واتحجز فيها. وبيقول كمان في الجواب، ولما خرج الدكتور قال ما ينفعش يرجع يسوق تاني لان حالته الصحية ما تسمحش. للأسف الشديد بدأت الست سمر تشتغل، عندها 3 أولاد في مدارس مراحل التعليم، عندها بنتها هاجر 4 ابتدائي، وأنا 7 سنين تانية ابتدائي أزهري، وبلال 5 سنين، وهي نزلت اشتغلت مصنع ملابس عشان تبيع شوية ملابس، واشتغلت في المستشفيات، تعبت
وقالت لي تعالى زورني. احنا وصلنا فعلا شارع جندي بجوار هو فرن سيد فؤاد. ده فين؟ كده اهو. السلام عليكم. تعرفي الست سمر حسن محمد؟ لا والله. تعرفيهاش؟ السلام عليكم. ده تعرفي الست سمر حسن محمد؟ شارع جندي بجوار فرن سيد فؤاد. ده فرن سيد فؤاد؟ سمر حسن محمد. سمر ساكنة هنا؟ اه. انت سمر؟ اه. دوختينا وراك يا ست سمر. السلام عليكم. ازي حضرتك عامل ايه؟ ازيك يا ستي؟ تمام الحمد لله. ناسفين على الازعاج. لا والله ده احنا اللي تعبناك. ابدا ابدا. اخبارك ايه؟ الحمد لله كل سنه وحضرتك طيبين. احنا ممكن ندخل دقيقة واحدة؟ اه اتفضل. اه طيب بعد اذنك اتفضلي. انا اسف جدا للازعاج والله. اتفضلي اتفضلي. احكي لنا بقى ايه الموضوع. كل الموضوع ان انا جوزي مريض سكر بقاله 13 سنه. احنا الحاله الحمد لله كانت عندنا كويسه والحمد لله يعني ما زلنا الحمد لله بنعمه من ربنا. فالحقيقه بقى يعني بكافح يعني عشان معايا ثلاث اولاد عايزه اربيهم تربيه كويسه، عايزه يعني ربنا يقدرني على ربايتهم، وحابه ان انا اشتغل بالحلال بس يعني. ف يعني ربنا ييسر الحال يعني بسعى ولربنا يكتبه لي هو اللي انا. الرساله اللي عندي بتقول ان جوزك كان سواق على العربيه، سواق على العربيه تريلا واتقلبت ثلاث مرات. وبعدين بيجي له على طول غيبوبات سكر. خلى الدكتور اخر مره قال له ان انت عندك شبه تجلط ما تقدرش على الشغل. فانت عارف السكر بيهرب جسم البني ادم، فبسبب طبعا ان انا ما عنديش هنا ثلاجه بقى جوزي على طول متواجد ساعات عند والدته، لان الانسولين بقيت احطه في ميه فبقى يعملوا زي تسمم اما يجي ياخده بالغلط. فجي كتب له الدكتور روجيتا، بصراحه انا ما قدرتش عليها يعني بمبلغ وقدره كل شهر ما قدر يعني حوالي 500 شويه. غير ما هو دخل العنايه المركزه مرتين عملت بتاعت 4.5. انت عندك اولاد قد ايه؟ معايا ثلاث اولاد، معايا هاجر بنتي عندها 11 سنه في سنه رابعه، معايا انا سيبني في ازهري ثانيه ابتدائي، معايا بلالي بخمسه ثلاث شهور في حضانه. دخلك جاي منين بقى؟ دخلك الشهري كام؟ لا انا دخلي 1000 جنيه بس. انا بعمل حاجه زي برفان، ممكن اوديها عند الشؤون، اوديها مثلا المحاكم. مثلا ناس صحابي مثلا يهموني انا مثلا من منطقه محلات اعرفها كنت بورد عندهم، فالدنيا الحمد لله كانت ماشيه يعني. بس مصاريفك كام في الشهر؟ لا انا مصاريفي في الشهر يعني ممكن ادخل 4.5. بتعملي ايه؟ قله شغلي خلتني ما بقتش حتى عارفه ان انا قاوم. لحد الكهرباء لحد دلوقتي ما دفعتهاش، عليا 430 جنيه ما دفعتهاش. فبقيت اسعى بقى بس من كتر ما سعيت تعبت. فكان كل هدفي بس ان انا عايز اعمل مشروع بس يفتح لي بيتي بس ما يحوجنيش لحد. ايه المشروع اللي ممكن تعمليه ويفتح بيتك؟ ممكن بقاله. طيب انت ممكن تنزلي معايا مشوار كده؟ ممكن انزل لحضرتك. مخافيش تعالي معايا مشوار على طول. يلا. احنا هنعمل هنا مشروع حقق حلمك. المحل ده هتكون محل البقاله بتاعك ان شاء الله. البضاعه فين يا شباب؟ دي بضاعه احنا جايبينها لك. نفتح بيها محل بقاله ان شاء الله. ان شاء الله يبقى فتح الخير عليك ان شاء الله. يلا يا شباب. ايوه كده. عموما بص انا عايز اقول لك حاجه، ان شاء الله ده محلك. ده محل بقاله مقدم من جمعيه واحد من الناس. ان شاء الله تكون فرحه خير عليكي يا رب. ربنا يقدرك ان شاء الله وتربي اولادك كويس يا رب. وان شاء الله نشوف موضوع المشاكل الخاصه الثانيه اللي عندك ان شاء الله وتبقى الامور احسن كتير يا رب ان شاء الله. وانا اشكرك يا دكتور عمرو، بصراحه ما شفتش احسن من كده. وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك، ويا رب دايما تكون في الخير يعني. واتمنى ان الدنيا فعلا تكون في الخير يعني. يا رب الدنيا كلها بخير الحمد لله. فين اولادك بقى؟ معايا انا سيبني كان لسه واقف في البلاد. طيب ربنا يبارك فيهم. طيب يلا هتيجي بقى تستلمي البضاعه تحصريها وتعديها. اتفضلي يلا اتفضلي يلا. زي ما حضراتكم شفتم يعني شكوى الست سمر، ظروفها كانت صعبه جدا الحقيقه، والحقيقه حياتها صعبه وعايشه في ظروف صعبه
ويعني لكنها عندها رضا لان دخلها 1000 جنيه وبتصرف اكثر من 4000 جنيه على علاج جوزها وعلى اولادها. الحمد لله ربنا قدرنا من خلال جمعيه واحد من الناس فتحنا هذا المحل بقاله ليها محل حقق حلمك وجبنا لها البضاعه مقدمه من جمعيه واحد من الناس وان شاء الله باذن الله الامور عندها تتحسن والظروف عندها تبقى افضل ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. انا حبيت اقدم لكم النهارده حقق حلمك من عند مدام سمر حسن محمد جينا لها هنا في حدائق حلوان وعلى استعداد تام ان احنا نروح لاي مكان اخر يجينا في مصر في شكوى او في امنيه عشان نحقق الحلم وندخل البهجه والسرور لقلوبكم ولبيوتكم. زي ما اعلنت من شهر عن حملة دفي بردهم وكنت لسه بتكلم في حلقة امبارح عن دفي بردهم الحمد لله كل يوم الارقام بتزيد. النهاردة عندنا فيه 50,000 بطانية زيادة الحمد لله تم توزيعها على مستوى الجمهورية من فاعلي خير كتير. انا سعيد جدا ان احنا ماشيين بارقام يعني متزايدة وربنا يقدرنا ان شاء الله باذن الله ونصل الى رقم 1,000,000 بطانية على مستوى الجمهورية من جميع فاعلي الخير. الحملة دي مش احنا بس اللي بنعملها، الحملة دي احنا بنعلنها لكن في كل واحد يقول لك انا وزعت هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا واحنا بنطرح الارقام عشان نوصل في الاخر ونشوف هنحقق المليون امتى باذن الله. يا رب قبل اول السنة نكون وصلنا للمليون يا رب ان شاء الله. واحنا الحمد لله مستمرين ونزلنا وروحنا وزعنا بطاطين وكراتين مواد غذائية على بعض الاهالي في قرية اصفيح محافظة. من جمعية الحصري واحد من الناس والواحد يعني يعلم بيه ربنا ظروفه وحشة وانا عندي جوزي مريض ظهر وجعه عنده الغطروف لي 15 سنة مش قادر يعمل العملية. انا جاي اخد بطانية من الحصري وواحد من الناس وتعبانة ويعلم بيه ربنا وعمل عملية في الثدي. اخد بطانية وكرتونه من جمعيه الحصري. انا جوزها عيان عنده صمامه في قلبه وجلطه ويعلم بظروفه ربنا. انا معايا عيال صغيره بربيها. انا النهارده جاي اخد بطانيه وكرتونه من جمعيه الحصري وواحد من الناس. طبعا احنا هنا في محافظه اسيوط واحنا الحقيقه هذه المحافظه كان فيها الحقيقه أماكن كثيرة محتاجة فعلا للإغاثة فإحنا حرصنا أن احنا نتواجد في هذه المنطقة عشان خاطر نحاول قدر المستطاع أن احنا نعين هذه الجماعة وهذه الفئة لأهالينا الطيبين اللي محتاجين فعلا دعم محتاجين مساندة محتاجين أن الناس تتواصل معاهم وربنا يتقبل أولا وإن شاء الله كده كل بلدنا تبقى فيها رخاء وفيها إن شاء الله كده راحة بال وإن شاء الله ربنا يتقبل أولا وأخيرا. الفقرة اللي هنشوفها دلوقتي بتوجع القلب، فقرة وانا بصورها كنت في حالة من الألم والشجن والحزن وأيضا حالة من تأمل نماذج الإنسانية اللي أنا قابلتها في الفقرة دي. حكوا حكايات صعبة عبروا عن مشاعرهم، صحيح كانت مؤلمة، لما قابلتهم حسيت إن الدنيا اللي احنا بنعيشها محتاجة مننا كتير قوي عشان خاطر تتحول إلى حب ورحمة وتعاطف وإنسانية. هروح معاكم دلوقتي دار للمسنين جدرانها بتشهد على ظلم وقسوة أحيانا. هنقابل ناس محتاجة حد يطبطب عليهم يحس بيهم
يحن عليهم بمشاعره ويديهم جزء من وقته عشان يحسوا هم كمان بالحياة والأمل. تعالوا نزورهم ونمسح دموعهم ونسمع حكاياتهم. النهاردة أنا جاي في تحقيق إنساني جدا، والحقيقة إحنا بنتكلم دايما في البرنامج عن البر والرحمة، البر بالوالدين والرحمة بيهم. وقال تعالى: وإما يبلغن عندك الكبر. فسر العلماء كلمة يبلغن عندك إن هما لما يكبروا بيكونوا عندك، ده كان تفسير بعض العلماء، وده يأكد معنى ومفهوم الدين. كل الأديان الإسلام والمسيحية واليهودية للتراحم ورحمة الأبناء بالآباء. النهاردة عايزين نرصد واقع قد يكون مرير موجودين في دار مسنين، قد يكون بعضهم لظروف خاصة، وقد يكون البعض الآخر لجحود الأبناء. قبل ما أبدأ التحقيق، هي رسالة ببعتها بقول: أرجوكم ارحموا أباءكم، افتكروا لو لحظة جميلة أبوك وأمك ربوك فيها طبطبوا عليك وانت صغير. يعني بيتك اللي كنت ساكن فيه مين عايش فيه دلوقتي؟ انا مراتي موجوده وعيالي موجودين مع امهم، هم عايشين في ناحيه وانا عايش في ناحيه. بيزوروك؟ مفيش الا اولاد اخويا هم اللي بيجوا هنا. يعني اولادك اللي من لحمك ودمك مش بيزوروك؟ عشان افتقرت؟ عشان افتقرت بس كده؟ بس. تقول لهم ايه هم سامعينك دلوقتي؟
مين بيصرف عليك انت؟ والله يا اهو الراجل صاحب الدار مشكور حاجزني هنا اهو وموفر لنا كل حاجه حلوه اكل وشرب ورعايه، والناس الموظفين اللي هنا بصراحه قايمين على بشغلهم على اكمل وجه. ربنا يبارك فيك. ومراتي اللي هي اصلا كانت من خيري ونجرت خيري. حسبي الله ونعم الوكيل. عيالي ومراتي نجروا خيري. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ما شافوش مني يوم حلو ابدا. انا من سنه 93 لغايه 2005 والدنيا ماشيه زي الحلو زي الحلاوه معايا. ما بقولكش لا، كنت مبسوط بس ما عملتش حساب للزمن. دي غلطتي ان انا ما عملتش حساب للزمن. بس لا، مش دي غلطتك يا حاج، معلش انت ما غلطتش ولا معاش ولا اي حاجه. عموما يعني انت ما غلطتش، لان تقييم الانسان الاب والزوج مش بفلوسه، مش معنى ان عنده فلوس نخليه ما عندوش فلوس نرميه. اتمنى ان يكون ولاده اللي شايفينه النهارده شايفين ابوه بحالته ازاي، ويكون مراته شايفاه، لان ده مش الوفاء. ما اعتقدش. وكما تدين وتدان، زي ما عملت كده في ابوك ثق ان هيتعمل فيك كده. عشان ايه؟ الله يكرمك يا باشا، الله يخليك. شكرا. مش عايز حاجه، انا عايز ربنا يخف عليا بس. انا مش عايز، انا طالب من ربنا ان هو يقصر ايامي. مش عايز حاجه، ربنا يوفقك. انا مش عايز حاجه، عمري ما عملت حاجه غلط في حد، عمري ما اتمنيت الوحش لحد. ربنا يرفع عنك مش فيك ان شاء الله. الله يخليك. هنزورك تاني ونطمع عليك ان شاء الله. تحت امرك. الف سلام عليك. الله يسلمك يا باشا. السلام عليكم. فتح يا عم النصر. انت جيت هنا ازاي يا عم فتح؟ جيت هنا ازاي؟ والله قرايبي هم اللي اخترعوا علي ان هم اجروا مكان كويس وفي رعايه كويسه واكل وشرب ونظافه. فانا جيت الصراحه لقيت احسن من البيت عندي. انت عندك اولاد؟ عندي محمد موجود وياسر وتوفى من حوالي سنه. ياسر كبير عنده 22 سنة، سايب لي عيالين. الله يرحمك. طب وانت مراتك عايشة؟ لا، متوفية. ومين قاعد في بيتك دلوقتي؟ ولاد ابني وابني الكبير. ابنك بيجي يزورك؟ اه بيجي كل فترة كده بيجي يزورني. كل قد ايه؟ كل اسبوع 10 ايام. طب ليه ما قعدتش في بيتك وتعالجت في بيتك؟ مشكلة العلاج بتاعي ما ينفعش في البيت، انا عاوز واحد مرافق على طول معايا يقومني، دخلني الحمام يطلعني من الحمام. وولاد ابنك بيقول لك؟ اه، عيالين صغيرين 8 سنين و7 سنين. حضرتك كنت بتشتغل ايه قبل كده؟ انا كنت بشتغل فني في سكة الحديد. وبعدين؟ بتعيط لي. انا زي ابنك برضه. طبعا احسن من ابني كمان. طب قول لي مالك؟ على الوقت الزمن اللي احنا فيه ده والواحد فيه ده والوقت فيه. ايه اللي حصل في الزمن؟ ايه، مفيش رحمه ولا ايه؟ فضفض يا عم فتحي واتكلم معايا. لو عايز تقول حاجة أنا تحت أمرك. لا والله ما في حاجة. لو عايز أي حاجة أنا خدامك. ربنا يخليك يا أكلمك جد. وحياة ربنا، الله يخليك. قول لي بس مالك.
عايز تقول ايه؟ والله ما في اي حاجه، محمد ربنا الحمد لله على جيب ربنا كله. ربنا يجيبك الخير ان شاء الله يا رب. نطمن عليك يا رب، ربنا يشفيك ويعافيك ويعفو عنك يا رب، ويديك الصحه يسمع منك ربنا يا رب، ويجيب لك الخير يبعد عنك كل شر يا رب ان شاء الله. شرفت جدا معاك. الله يخليك. قلت لك عليه ان مامته اتجوزت غير ابوه وحصلت الحادث. ازيك يا عبده؟ ازي صحتك؟ ممكن اقعد معاك شويه؟ اتفضل. ازيك يا عبده؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام رضا الله. احكي لي بقى انت جيت هنا ازاي وحكايتك ايه؟ انا عندي عملت حادثة قطر، وقعت تحت القطر. انت عندك كام سنة؟ عندي 27 سنة. تشتغل ايه؟ لا انا كنت طالب بدرس. طالب فين؟ في معهد. وبعدين؟ الحمد لله عملت حادثة قطر وقعت تحت القطر. فعادي يعني بتعالج، بس دي علاج بره. فانا بحاول ان انا اسافر بره عشان اتعالج. فبصراحه ما فيش حد راضي يخليني اسافر بره، او ما فيش حد راضي انه يعمل الورق عشان اسافر. انت محتاج ايه عشان تسافر بره؟ عشان تعمل ايه؟ انا ضهري مكسور، عندي كسر في ظهري. عندي ضهري كسر في ظهري، وعندي شلل نصفي. وعندك ايه؟ عندي شلل نصفي. شلل نصفي. طب انا عايز اعرف اهلك عملوا معاك ايه؟ لان انا سمعت حدوته كده، عايز افهم. احكي لي. انا عندي من يعني انا بابا توفى وانا عندي 8 سنين. فبعدها بفتره على طول يعني من سنه تقريبا حصلت مشاكل، ومامتي اتجوزت. فلما اتجوزت عمتي عملت قرار وصايه وخدتنا منها، وانا عايش مع عمتي اساسا. وبعدين؟ بس احنا عشان خمسه فالحمل تقيل. فعندي اخواتي الاصغر مني كلهم بيدرسوا، محدش فاضي اللي هو يراعيني او حد اللي هو يعمل لي حاجه. كل واحد في مدرسته او في معهده، فانا محدش فاضي. فانا اضطريت ان انا جاي هنا لحد ما ربنا يكرمني ان انا اسافر واعمل عمليه وارجع بالسلامه ان شاء الله. الوالده تيجي تزورك هنا؟ ممكن في الشهر مره، او على حسب ظروفها يعني، ان هي عندها بيت تاني وعندها اولاد تانيه، فمسؤوليتها غير مسؤوليتها. مين يجي يزورك هنا؟ عندي اخواتي بيجوا لي بس كل فتره برضه عشان دراستهم وتعليمهم كده، فبيجوا لي كل فتره. وعمتك بتزورك؟ عمتي بتيجي بس كل فتره برضه. انت زعلان صح؟ انا عايز اتعالج مش اكتر والله. بس لا بس شعور الانسان في حد بيشاركه وبيحس. لا الحمد لله على كل شيء، بس انا عايز اسافر بس اعمل عمليه وارجع بالسلامه مش اكتر من كده. عموما انا هو بنعرض الحاله دلوقتي في البرنامج، واتمنى ان احنا نقدر نساعد معاك في الحاله. انا عايز اسافر، انا لي علاج بره وفي بلدنا، انا عاصرت كتير في مستشفيات كتير جدا، انا اعتبر ما سبتش مستشفى. احنا هنعرض الحاله وهندعو كل اللي يقدر يشارك واحد من الناس ان يعالجك ويتواصل معانا. وتشخيصته على حالتك ايه؟ قول لي. انا عندي كسر في الفقره 5 و6 قطنيه. وايه تاني؟ وعندي عدم قدره على التحكم في البول والبروز، وعندي شلل نصف. وعندك شلل نصف. وعندي مفصل رجلي اليمين ده مكسور. اتمنى ان احنا نقدر نوصل للعلاج للحاله ان شاء الله. انا مش طالب كتير، انا كل اللي انا طالبه ان انا لو حد يقدر يساعدني ان انا اسافر. انا عايز اسافر، انا عايز اعيش زي اي بني ادم عايش على وش الارض. وده حق، واحنا هنحاول نساعدك يا رب يقدر ان شاء الله. ربنا يبارك. الف سلام عليك. ازيك يا حاج عزت؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا جاي ازورك. الله يخليك. الف سلام عليك. الله يخليك. قالوا لي لازم اجي اسلم عليك. الله يخليك. سلامتك مالك؟ الله يسلم. انت جيت هنا ازاي؟ قتلي غلطه. قتلي غلطه. جلطه؟ بسبب طريقتي بعد الشقه. بعد الشقه. طب تسمعي. اتفضلي حضرتك. اتفضلي. احكي لنا حكايه الحاج عزت ايه؟ هو اللي جابه اخوه بعد ما جات له جلطه. اتفضلي. وبعدين طبعا ولاده سابوه. اتفضلي. بناته. اتفضلي. بناته سابوه ومراته.
اللي يقول اقل حاجه وصلت لها 15,000. فانا الحمد لله رب العالمين وقت امر الله وسبتها على كده. كنت هنا هو هنا الخدمه هنا ممتازه. طب فين ولادك وفين مراتك؟ ما عنديش ولد واحد. مش عايش معاه ليه؟ مع قرطه عياله معاه. بيزورك؟ بيجي لك؟ بيجي لي كل 15 يوم 20. طب وحضرتك محتاج ايه؟ انا محتاج سلامتكم بس. لا غير السلامات. الحمد لله. عايز ايه؟ قول لي ايه المطلوب؟ الحمد لله رب العالمين. عايز تعمل عمليه؟ يا ريت تعمل العمليه عشان عمليه عاوز شرايح ومسامير. عشان رجلي. طب نعملها لك ايه رايك؟ ربنا موجود. خلاص هنعملها لك. خلاص. اصل الرجل دي وبعدين الثانيه الاخرى الدم بقى يركز تحت من عدم الحركه. انا عارف. من عدم احنا الحركة. هنشوف الحاله وان شاء الله. انا لقيتك هنا اهو عندي سلام. بجيتك هنا اهو لوحديها خففتني. اصل انا عارف حضرتك. فجيتك لزيارتنا خففتني والحمد لله. ربنا يقدرنا من ام بالناس. ربنا ان شاء الله. ربنا يقومك بالسلامة. ربنا يخليك. مش عايز أي حاجة؟ سلامتك. الله يخليك. سلامتك ربنا يخليك. الله يخليك. ربنا يخليك. يعني زي ما شفت انا حبيت اعرض لكم بعض النماذج من دار مسنين. دار مسنين لغير القادرين. اولا بشكركم على انتوا الخير بتعملوه. كتر خيركم. شكرا على اللي انتوا بتعملوه. احنا ممكن نساهم معاكم حاجه في الدار دي؟ نقدر نعمل لكم ايه؟ زياره دايما يعني تزور. احنا هنعمل حصر بعد اذنك بالحالات اللي ممكن تكون محتاجه عمليات ونشوف ممكن نساعد فيها قد ايه ان شاء الله. انا حبيت اقدم لكم تقرير صغير بس تقرير انساني عن ناس موجودين في دار مسنين. ناس ما لهمش ذنب ان ظروفهم الماليه تعثرت. ما لهمش ذنب ان ممكن يكون اولادهم طلعوا عاقين بيهم. انا مش متخيل يعني ايه ابن يبقى عاق بابوه او بنت عاقه بابوه. اللي احنا شفناه النهارده قصص ماساويه الحقيقه مؤلمه. مؤلم قوي ان الاب اولاده يرموه كده ويسيبوه. مؤلم قوي ان الزوجه تبيع الشقه وترمي جوزها. مؤلم قوي ان الام تسيب ابنها ما تسألش عليه عشان جوزها. مؤلم. عايز اقول جرالنا ايه وايه اللي حصل عندنا؟ فين الرحمه والتراحم اللي بيننا؟ احنا دايما كل مره في واحد من الناس بيقول الرحمه والتراحم الرحمه والتراحم. ليه غابت الرحمه والتراحم من قلوبنا؟ اتمنى ان كل واحد شافني ليه اسره هنا وليه اب هنا موجود هنا يجي يطبطب عليه. صدقوني ايام قليله مش هلاقيها على وجه الدنيا. وهترحم عليه ويقول له ولو لحظه من لحظات الله يرحمك ابويا. أنا بحاول إن أنا أرسل رسالة لعل وعسى الناس تتحرك مشاعرها وتستوعبها. ويعني تبقى رسالة لكل إنسان مش ببر أبوه وأمه. أرجوك انزل بكرة. انزل حالا. بر أبوك وأمك. بوس إيديهم بوس رجليهم. صدقني يعني أعظم حاجة في الدنيا البر. بر الوالدين. وأشكركم جدا. القابض عرفت بها الست ام محمود
سوقت الميكروباص الوحيدة في موقف السلام العاصمة الإدارية الجديدة 25 سنة، رحلة كفاح لتوفير لقمة عيش حلال ليها ولولادها. من وظيفة لوظيفة، تنجح مرة وتخسر التانية، واستقر بيها الحال لوظيفة معروفة للرجال، بس لأنها ست بميت راجل صمدت وبأمانتها اشتهرت وبقت الست أم محمود أم بدرجة سائق محترف. أنا عندي 4 أولاد، محمود 24 سنة، مصطفى 19، مروان 16، نور 12 سنة. بقالي 25 سنة شغالة من أول طفل عامة يعني. اشتغلت في السمسرة عقارات، اشتغلت فتحت فرن. بعد الفرن بخمس سنين الدنيا وقعت مني، لأن الولد آخر ولد وقع من البلكونة، اضطريت إن أنا حصل له نزيف في المخ وشرخ في الجمجمة، فصرفت عليه كل فلوسي فالدنيا وقعت. أما الدنيا وقعت قفلت الفرن وكل حاجة، فالحالة بقت مش حلوة. اضطريت أدور على شغل تاني، فجبت عربية سوزوكي بالإيجار واشتغلت عليها موقف العاشر مدينة الشروق، قعدت سنتين. بعد كده اختلفت أنا وست صاحبة العربية، ففي الموقف الحمد لله هم أصلا في موقف العاشر كل الناس هناك بتعزني، عرضوا عليا أركب عربية تويوتا. رحت خدت العربية وهو قعد سوقت الحمد لله، لأني بسوق على الطريق بالليل كويس، بتعامل مع الناس كويس. اشتغلت مع حد تاني تالت رابع لحد آخر عربية اللي معايا دي، بتاعت واحد كويس من قليوب. يعني ما بيتكلمش معايا في حاجة، الحمد لله بيني وبينه حساب، ما يعرفش حاجة عن العربية، صيانتها بروح أصينها، كل حاجة أنا اللي بعملها الحمد لله. وأي حد يجي على الطريق الحمد لله ما بيكلمنيش في أي حاجة، ولو كلمني وشافني أول مرة بيسألني أنت شغالة ليه على الميكروباص، بيتفاجئ يعني، هو هي ست على الميكروباص طريق سريع. فبقول له معايا 4 أولاد وعايزة أربيهم، روح الله يعينك، محتاجة حاجة؟ لأ. في بعض الأوقات ببقى مرهقة جدا والله غصب عني، ممكن أقول إيه، طب أنا هنام ساعة وهم أصلي العشاء، بنام ما بقدرش، أنا ما بقدرش أتعشى. من كتر الإرهاق اللي بتعيشه طول اليوم بتيجي آخر الليل وتنكر ذاتها وما تقدرش حتى تتعشى، ولأن جزاء الإحسان دايماً بيكون إحسان، فكان لازم إخلاص نحمده لعملها واللقمة عيشها يتقابلوا بهدية من القدر اللي كافئها بتحقيق حلمها، ولو كانت البداية مجرد صدفة. عند كارفور الشروق في طلع الكوبري جديدة، طلعتها أنا قبل ما أطلع يعني خلاص في أول طلعت الكوبري، بضرب عيني على المرايات عشان أخد يمين، بصيت لقيت ورا مني عربيات سمرة كتير كلها ايد نهار، ده الساعة 12 الظهر. طبعا ده موقف حد، انا هخش اليمين هم هيعدوا من الشمال، انا هدي لحد هم ما يمشوا بعد كده انا اطلع وراهم. بصيت لقيت في عربية قرص عليا منهم، ابتديت اهدي وقلت مش هقول لحد، خلاص انتوا دخلتوا انا بقى هديلكوا بقى وزي ما ترسي. قلت له اتفضل يا فندم، راح هو راح جاي جنب مني قال اركني هدي، قلت له ماشي انا كده كده هركن. بصيت لقيته هو راح سابقني شوية، تلات عربيات راح قافلين النفق كله. بصيت لقيت ضباط جيش ولواءات نازلين من العربية، أبص كده لقيت رئيس عبد الفتاح السيسي. وما بين ما بص كده اتفاجئت بسيادة الرئيس، يعني شوف حياتك يعني أنت مش عارف تجمع أفكارك إيه، طب حصل لي إيه؟ أنا واحد ست مهما كان على طريق. فبقول لسيادة الرئيس أنا كنت بتمناها، لما ماما قالوا محدش ينزل فبستأذنه أنزل حياتك أسلم عليك، قال لي لا خليكي أنا جاي أسلم عليك، أنا اللي هجيب حد عندي. جه حضرته وقف بسم الله ما شاء الله، الله يحرسك الله يصونك، أنا مبسوط بك جدا، شغالة؟ قلت له أي فندم. قال لي شغالة إيه؟ قلت له شغالة العاصمة. عندك ولاد؟ قلت له 4 ولاد. بتشتغلي كام ساعة؟ قلت له 10 ساعات. أنت عايزة حاجة؟ قلت له عايزة. قال لي عايزه ايه؟ قلت له عايزه اي حد يتوسط لي ان انا اروح اي معرض، ان العربيه دي مش شغاله عليها مش بتاعتي، اروح اي معرض يديني عربيه قسط وانا ادفع قسطها عشان معيش مقدمه، المقدمه غاليه وانا مش معايا. قال لي عيني خدوا بياناتها والنهارده تعملوا اللي هي عايزاه. رحت لحد الشروق خدت اول مهندس، يا دوبك بيركب لقيت تليفون تاني مكتوب رقم خاص، رديت مدام نحمده أيوة فندم هتيجي لنا دلوقتي اهو، عشان سيادة الرئيس أمر إن مدام نحمده ما تنامش إلا أما يكون عربيتها معاها قدام بيتها. طبعا ده كله أنا حاسة إن أنا يعني في حلم.
وتحول لواقع لما أمنت تحمده بقدرتها على صنع أي شيء حتى ولو كان امتهان شغلانة للرجال. ما خافتش من نظرة الناس، فاحترمها المجتمع بأكمله وقدم لها الحماس والتشجيع اللي بتشحن بيهم كل يوم طاقتها من جديد. الفكرة كناس بيركبوا معايا أو كناس بيشوفوني من بعيد اللي بيعدي يعمل لي كده، يعني حاجة حلوة، انت بتعملي حاجة حلوة والحمد لله. كل ما حد يشجعني أكتر، كل ما بصر إن أنا أعمل كده أكتر، وبدل ما بشتغل 3 ساعات لأ أنا أشتغل 4 أو 10 هيبقوا 12. أنا عايزة أوصل لحاجة أنا عايزاها، عايزة أشتغل على حاجتي. الشغل مش عيب، يعني واحدة ستة تنزل تشتغل رزق يوم بيوم، عندها أولاد مش حابة إن عيلها يعيش عيشة وحشة، وإنك تشتغل محتاجش لحد مش عيب، وإنك تشتغل بتعملش حاجة غلط مش عيب. العيب الحقيقي هو صياغة العوائق للنفس اللي تنكس الهمة وتقلل العزم. وزي ما الست أم محمود عملت، رمت توكلها على الرزاق فما ردهاش، وفتح لها باب رزق ما كانتش تتوقعه، وبقت حديث المصريين كنموذج حي للست الأصيلة صاحبة الروح الجميلة اللي ما بتقفش قصادها حيلة، وتهد بكل قوة وجد أي سد ولا يقفش قصادها حد. رسالة جت لنا على صفحة البرنامج على فيسبوك، حالة إنسانية من الحالات الصعبة والحالات الحرجة. صاحب الحالة اسمه أيمن عصفور من بنها، عمره 42 سنة، متجوز وعنده 4 أولاد. أيمن كان شغال سواق، في حصلت له حادثة صعبة واصطدم مع عربية كانت محملة رخام، كانت نتيجة الحادث إن هو وقع عليه 25 متر رخام، كانوا السبب في عملية بتر في القدمين وبتر نصف يعني اليد أو نصف الكف. طبعا الحادثة كفيلة أنها كانت تخليه بدون حركة أو عمل. خلينا عايزين اي حاجه والحمد لله، اللهم الف حمد شكر، كنا عايشين عيشه حلوه، ما كانش مفيش حاجه في بيتنا ناقصانا. جينا جالنا خبر حسيته ديت كان في ليبيا، يعني هو سوانا كان في ليبيا، لقيت اللي جاي يقول لي على الخبر، انا رحت شفته ما صدقتش اصلا ان هو ده ايمن خالص. لو كنت شفت شكله ما كنتش تصدقني، ما حدش كان مصدق ان ده يبقى من الاحياء، ده كان من الاموات. يعني اللي انا نفسي فيه يعني انه بس ان هو اشوفه ماشي بس على رجليه، يقف يمشي جنبنا، يقف على رجليه، يقف جنب بنته نهار ما يفرح بيها. انا ما عنديش لاقي بنت واحده، بس نفسي ان يفرح ببنته. بقول يا رب يا رب يا رب يوعدنا ابن حلال اللي يقف جنبي، يا ربي يشفهولي ويبارك لي فيه ويخلي لي عيال. سلامتك ألف سلام. الله يسلمك. احكي لي الحكاية. والله أنا من 2013 الحادثة بتحديدا في ليبيا، واقف بحل البوم، راحت الجمالون
هنزل عليا 25 طن رخام. حصل لي 25 طن رخام. حصل لي مضاعفات كتير وعملت عمليات كتير. كانت رجلي دي سليمة اللي هي اليمين ديت، ومع الدكاترة والصديد وكلام من ده اضطرنا نبدور على أخرى. دي مبدورة من أول ما جيت من ليبيا، ونص الكف بتاع رجلي. طبعا انت عارف حضرتك الحمد لله كنت انا سواء نقل وكنت مرتاح الحمد لله، لغايه ما حصلت لي الحادثه دي. الحادثه دي دمرتني تماما. بتصرف على البيت ازاي دلوقتي؟ عندك اولاد؟ عندي اربعه، انا عندي بنتي مخطوبه كمان، وعندي عيلين في المدارس. المعاش بتاعي معاشك كام؟ 850 جنيه معاش سواء، واولاد الحلال هم اللي وقعوا. يعني في ناس كتيرة يعني وقفوا جنبي شوية وبعد كده اختفوا. انت منين يا ايمن؟ انا اصلا من برا. طب ايه المطلوب لي؟ والله انا نفسي ومن عيني لا امشي على رجلي لا اجيب كرسي متحرك، اعرف اسعى بيه كلام. والله انا بشوف ان انك تمشي على رجلك احسن. والله اللي انت تشوفه الصعب. انا جاي لحضرتك وانا من زمان نفسي اقابل حضرتك. طيب معانا على التليفون المهندس سامح زكي، رئيس مجلس اداره شركه تايجر ايجيبت للاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه. مساء الخير يا باشمهندس سامح. مساء الخير يا دكتور عام. ازيك يا حضرتك؟ الله يبارك فيك. في البرنامج والمشاهدين ان شاء الله على خير ان شاء الله يا دكتور. الله يخليك. اظن سيادتك عايز تقول لنا حاجه خاصه بحاله الاستاذ ايمن عصفور. ان شاء الله احنا هنتواصل معاه ومع حضرتك ان شاء الله، ناخد مقاساته ونعمل له اطراف ونبدا ناهله ان هو يمشي على رجليه تاني ان شاء الله. نعمل له حاجه مستورده كويسه تقدر تاهله وتمشيه. عظيم جدا والله، ده كرم كبير جدا من حضرتك يا باشمهندس سامح. وانا بشكرك، وان شاء الله احنا هنتابع مع سيادتك بقى تركيب الاطراف الصناعيه الجديده ليه ان شاء الله، عشان خاطر يقدر بقى يمشي على رجليه ويستعيد نشاطه ويقدر يعني يعيش حياته. قبل انت ما تخش على التليفون بيقول لي يا اما اركب يعني اما امشي اما كرسي، تقول لا تمشي احسن. طبعا صح؟ طبعا دكتور ان شاء الله. فالبركه فيكم بقى ان شاء الله، وهنتابع معاكم لغايه ما نصوره ان شاء الله ومركب الاطراف وماشي على رجليه باذن الله. ان شاء الله تكون حضرتك بسمه لكل ناس وكل محتاج ان شاء الله يا دكتور. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا المهندس سامح زكي، رئيس مجلس إدارة شركة تايجر إيجيبت الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. بارك الله فيه، بارك الله فيه، بارك الله فيه، اجعله في ميزان حسناته. واحنا عملنا حاجة بس ربنا هو اللي بيأثرها. والله العظيم ربنا، والله العظيم الناس لو تعرف ايه اللي بيحصل وتقول ربنا اللي بيأثرها. والله دكتور عم مش عاوز اقول لك يعني انا بحس بالعجز فعلا. لا ان شاء الله ربنا يكرمك، وان شاء الله هيكون معاك زميله هنا في البرنامج المعده، يكون معاك تروح تاخد المقاسات وتركب الاطراف الصناعيه للرجلين ان شاء الله. باذن الله المره الجايه اشوفك على رجليك بقى ان شاء الله. يجعلوا على باذن الله احسن من الكرسي. والله يا دكتور انا بص انا اي حاجه ان شاء الله بس يعني اساعد نفسي. لا ان شاء الله تساعد نفسك وما تلجاش لحد، وربنا يكرمك ويرفع عنك ان شاء الله. الله يبارك فيك. استاذ ايمن عصفور انت نورتني وشرفتني، وان شاء الله باذن الله قريب نصور معاك وانت باطرافك وماشي على رجلك ان شاء الله. صدقني هبقى سعيد جدا والله لما اشوفك ماشي على رجلك ان شاء الله. هفرح والله، ربنا يكرمك ويسمعنا عنك كل خير. ارجوكم لا تترددوا، ابعتوا لنا اي حالات مرضيه على صفحتنا على الفيسبوك واحد من الناس على قناه النار، وربنا يقضينا ان شاء الله ونقدر نعالج كل حالات الجن ان شاء الله باذن الله. كنت أعلنت مع بداية الحلقات إن في 25 عمرة مقدمة من البرنامج من خلال جمعية الأورمان والرجل الفاضل المحترم المهندس حسام أباني رئيس مجلس إدارة الأورمان.
لمشاهدي البرنامج، ودي ان شاء الله مرحلة اولى. والاسبوع اللي فات احنا الفنانة درة كانت معانا هنا في البرنامج وقامت بسحب اسماء اول فائزتين بجوائز العمرة اللي هيسافروا ان شاء الله لاداء العمرة. تعالوا بقى نشوفهم ونشوف اخبارهم ايه وفرحتهم لما عرفوا ان هم فازوا برحلات العمرة. شوف تانية حقوق، والحمد لله قدمت قضيت رسالتي الحمد لله. سمعت الدكتور عمرو ان هو مطلع عمره وانا قدمت وطلعت في السحب، لقيت اسمي ما كنتش متوقعه طبعا يوم ما سحب وان هو يبقى اول اسم يبقى اسمي، وفضل الله يعني انا كنت بتمناها وربنا يا رب يبارك لهم ويكرمهم. طبعا طرت من الفرحه طبعا وما كنتش يعني يعني كان نفسي فيها يعني، والحمد لله يعني طبعا دعوات من ربنا يعني، وان شاء الله يكون ربنا راضي عني عشان عطاهالي يا رب ويتقبلها ويجازيهم خير كل اللي عملوا حاجه معايا ويدبر لهم كل امرهم وحالهم يا رب. واشكر جمعيه الأرمان، ربنا يا رب يجازيهم خير وبارك لهم ويديهم ويراضيهم على اللي عملوه معايا ومع غيري. ان ربنا يكرمني وانول العمره يا رب، انولها يا رب، يا رب انولها يا رب، يا رب انا واللي زي حق جاي النبي. برنامج مش بنعرض الشكوى، لا احنا كمان يعني بنتواصل مع اصحاب المشكله والمسؤولين لحد ما تتحل، والحمد لله ربنا بيقدرنا على حل مشاكلكم. الاسبوع اللي فات عرضنا شكوى اهالي قريه طبلوها محافظه المنوفيه، بيطالبوا فيها بتقسيط مبلغ 600,000 جنيه على مركز الشباب اللي موجود هناك، لان هم كانوا في نية ان هم يسحبوا منهم الارض عشان خاطر تباع في مزاد نتيجة ان الاهالي مش قادرين يدفعوا ثمن الارض، وطلبوا بتقسيط المبلغ، ودخلنا احد المسؤولين في وزارة الزراعة لحل المشكلة. تعالوا نشوف كده ايه اللي تم في الموضوع. معنا على التليفون احد اهالي القرية استاذ طلعت الزق، يحكي لنا ايه اللي حصل بعد هذه المكالمة. استاذ طلعت اهلا بيك. السلام عليكم يا دكتور عمرو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طمنا ايه اللي حصل؟ طلعت عبد السلام بيوم رئيس مجلس إدارة مركز شباب طبلوها. أهلا وسهلا. احنا نيابة عن شباب طبلوها مركز تلا بنتقدم بالشكر للدكتور عمرو الليسي وبرنامج واحد من الناس على حل مشكلة مركز شباب طبلوها، حيث وصل لمديرية الإصلاح الزراعي بالمنوفية فاكس من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقاهرة بتفيد الموافقة على قبول سداد مبلغ 25% من قيمة سعر الأرض والباقي على 3 أقساط خلال 3 سنوات.
طب الحمد واحنا لله. بنتقدم مره لا. ثانيه بالشكر. لا تشكرني ولا حاجه، اشكر السيد وزير الزراعه اللي تكرم مشكورا، وبنشكر السيد وشكر وزير الزراعه المسؤولين واللجنه العليا لان كتر خيرهم الحقيقه، هم بعد ما اتكلمتوا وحاسوا وسمعوا وعرفوا ان ازاي مصير الاف الشباب اللي موجودين هناك عندكم هيبقى مصيرهم مجهول لما يتسحب مركز الشباب وتتباع الارض فيه. الحقيقة ده تصرف محمود من مسؤولين محترمين على طول قرروا ان هم يقسطوا المبلغ. فانا سعيد جدا بالاخبار السارة اللي انت بتقولها لي ديت استاذ طلعت، تحياتي لاهالي البلد عندك كلهم وسلم عليهم، ألف مبروك عليكم مركز الشباب، وسلم على كل الشباب الحلوين اللي عندك. شكرا جزيلا. والحقيقة أنا بشكر جدا المسؤولين في وزارة الزراعة بجد لأنهم تفهموا، لأن الموضوع كان صعب بصراحة. يعني الحقيقة الفكرة أن كان في صعوبة في حل المشكلة، لكن وزير الزراعة كتر خيره مع المسؤولين وأن المسؤولين في المحافظة كلهم تكتفوا عشان يحلوا المشكلة، ودي الإرادة. لما المسؤول يكون عاوز يخدم الناس هيعرف يخدمهم. شكرا جزيلا لحضرتكم. جاتني شكوى من عدد من كبير من المزارعين في منطقة أبو زعبل بالخنكة بيشتكوا من عدم وجود مياه للري. كانت النتيجة تبوير 5000 فدان من أجود زمائلين في الشكوى الأراضي الزراعية، وقايلين كمان إصابة بعض الأهالي ببعض الأمراض من مياه الصرف. طيب نسمع المشكلة من المواطن المزارع كمال سليم أحمد، وهيكون معانا على التليفون المهندس طارق عواد وكيل وزارة الري بالأليوبية. المهندس طارق معانا يا جماعة؟ أيوة فندم، مع سيادتك. طيب نسمع بعدين سيادتك مشكلة المزارع الأستاذ كمال سليم، وبعدين ناخد رد من سيادتك. أستاذ جمال، أستاذ كمال قول شكوتك اتفضل يا فندم. معاك يا أستاذ عمرو. احنا عندنا سيادتك مشكلة، عندنا أكثر من 11,000 فدان معرضين للهلاك. معرضين للهلاك بسبب عدم وصول المية لهم يعني. وطبعا طرقنا جميع الابواب، ومعظم الاراضي دي يا عمرو باشا بتشرب من مياه الصرف. طبعا سيادتك انت ما تتخيلش المياه الصرف بينزل. لا لا يا فندم، متخيل ونزلت في اماكن كتيره مشابهه وعارف اللي بيحصل. طبعا مقدر جدا حجم اللي بتقوله، بس عايز اعرف منك ايه المطلوب. المطلوب حاجه بسيطه جدا. عاوزين مطور على ترقه اسماعيليه يضخ في ترقه كشمير اليمنى. والمسافه من ترقه كشمير اليمنى وترقه اسماعيليه لا تتعدى ال 30 متر. طيب خليك معايا التليفون، ناخد بقى رد من السيد المهندس المحترم طارق عواد وكيل وزاره الري بمحافظه القليوبيه. باشمهندس طارق، يا ترى في رد عند سيادتك على الشكوى؟ مساء الخير يا دكتور عمرو. مساء الخير يا فندم، اهلا. هو ترعه كشمير دي ترعه طولها 12 كيلو 800 متر. ايوه. الترعه ديت بتغذي زمام 10,000 فدان. ايوه. بيتفرع منها 5 ترع مختلفه وبتغذي زمام ال 10,000 فدان. الترعه بتتغذى من ترعه الاسماعيليه وبتاخد 7 ايام عماله و7 ايام بطاله. بتمر داخل كتل سكنيه لبعض القرى زي عزبه صبر ومنطقه سرياقوس وعزبه الخليله و منطقة كفر عبيان ومنطقة أبو زعبل، فبتتعرض في مسارها لسلوك خاطئ من بعض المواطنين بإلقاء القمامة والزبالة في قلب المجرى المائي. وده بيؤدي إلى إعاقة سير المية في الترعة. إحنا دكتور عمرو كل شهر إحنا مطلعين للترعة دي بالذات عملية صيانة شهرية للمجرى المائي، بيتم تطهيرها على مدار الشهر. كل شهر بتطهر الترعة دي. كل شهر، تخيل يا دكتور عمرو كم المبالغ المالية اللي بتتصرف عشان خاطر نطهر الترعة وانها توصل مية. مشكلتنا القمامة اللي بتترمي في المجاري المائية. انا يمكن بستغل المنبر الاعلامي بتاع سيادتك. أيوه. وبناشد اخواننا المواطنين يعني يأرجوكوا ال- 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 القمامة عزك الله يا دكتور عمرو لما بتترمي في المجرى المائي كيلو قمامة بيزيد حجمه بيوصل 4 كيلو. صحيح. طب هل عندنا حل بقى لمشكلتهم بخلاف موضوع القمامة؟ احنا بنحاول نوصل مية بقدر المستطاع. يعني ممكن المائي. بكرة نعمل لهم ايه يا باشمهندس؟ عايز حل سريع. ان شاء الله انا بكرة ان شاء الله هطلع لجنة من عندي. عظيم. بأمر الله سبحانه وتعالى تطلع تعاين المجرى المائي على الترعة، تشوف المية وصل لغاية كيلو كام. وتشوف وتصور على الطبيعة. بس انا ارجو الاستاذ كمال. أيوه. مشكورا، يا اما يشرفني في المكتب عشان يطلع يرافق اللجنة. استاذ كمال انت معانا على التليفون؟ يا اما اديني تليفون. طب استاذ كمال بكرة الصبح وانا هخلي اللجنة تتواصل معاك. لا استاذ كمال، هو ممكن بكرة الصبح تتكرم تروح للمهندس طارق بكرة في مكتبه الصبح.
ممكن يا ريس. طيب بس هقول لسيادتك على حاجه استاذ طارق. مهندس طارق يجي لك الساعه كام؟ يجي لك الساعه كام؟ يشرف يا فندم من 8 موجود في المكتب، يشرف في اي وقت، وان طيب. ان شاء الله هو هيروح يا اما يديني تليفونه عشان ما اشكش عليه ويجي المشوار كله. يديني طيب. تليفونه واللجنه تتحرك تتواصل معاه خلاص. وتقابله على طول. احنا يهمنا اللجنه تتحرك، وسواء تلتقوا عنده في المكتب اللجنه تروح له، المهم ان احنا نحل المشكله، والاسبوع الجاي نكلم الاستاذ كمال ونكلم سيادتك ونكون ان شاء الله وصلنا الحل ان شاء الله. شكرا للاستاذ كمال سليم، شكرا للمهندس طارق عواد وكيل وزاره الري بالقليوبيه. جاتني شكوى من أصحاب مراسي وبواخر وعاملين بقطاع السياحة في محافظة الأقصر بسبب شحوط البواخر والمراكب النيلية خلال موسم السياحة الوحيد بالعام، بسبب عدم تكريك النيل وإزالة الجزر النيلية الصغيرة، مما يضر بقطاع السياحة نظرا لتوقف المراكب والبواخر وسط الرحلة وإلغائها في المسافة من الأقصر وأسوان عند منطقة المريس. معنا على التليفون احد المدارين استاذ محمود ادريس، ومعنا سياده العميد اركان حرب صلاح المندوه المتحدث باسم محافظه الاقصر. معنا سياده اللواء. طيب طيب نسمع كده الشكوى سياده اللواء ونسمع ونشوف حلها ايه. استاذ محمود ادريس اتفضل يا فندم، قول شكوتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. انا حضرتك حتى كلامي اقول احنا داخلين على موسم سياحي ان شاء الله، يعني احنا دخلنا خلاص، احنا خلاص ده الكريسماس اهو، خلاص الاسبوع الجاي يعني لا واللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله اللي جاي احسن يعني الفتره اللي جايه احسن ان شاء الله. ان شاء الله. المشكله حضرتك هو انت عارف في حاجه اسمها السد الشتويه يحدث بيها انخفاض منسوب الميه شمال منطقه السد العالي من اسوان، اللي طبعا ده مجرى النيل، وفي الفتره دي بتقوم اداره السد العالي بالصيانة اللازمة وحاجات كده عشان خاطر الصيانة الدورية بتاعت السد العالي. بينتج عن الكلام ده ظهور بعض الجزر فوق وتحت سطح المية، ده بيأثر على الحركة الملاحية للفنادق العائمة. أي. وطبعا يعني الكلام ده أكتره بتحصل مشاكل شحوط في المناطق اللي هي بين الجبلين بين الأقصر وأسوان، منطقة غرب المريس ومنطقة كومومبو اللي هي شمال أسوان. خلينا نتكلم بصراحة. أي. يا دكتور عمرو، السنة اللي فاتت كان يعني مشاكل كتيرة، السنة دي المشاكل قلت بنسبة كبيرة، بس احنا عشان خاطر الفترة اللي جاية وزيادة المراكب الفنادق العائمة، احنا وصلنا حوالي 110 مركب عائم، وده من 2010 ما وصلناش للرقم ده يا دكتور عمرو. وخلال أجازات النص السنة ان شاء الله اخواننا المصريين المحترمين هيجونا مع المطلوب. ايه بس المطلوب؟ ايه المطلوب حضرتك؟ يعني يكركوا طيب. المناطق دي مفهوم، وبرضو يعملوا شوية توعية. نسمع ناخد رد من السيد المحترم العميد اركان حرب صلاح المندوه متحدث الاعلامي باسم محافظة الاقصر. سيادة اللواء سيادتك سمعت المشكلة وأظنها يعني واضحة قدام سيادتك، تفضل. سمعت المشكلة وأنا هاخد من كلام الأخ المتصل. أيوه. الموسم السنة دي إن شاء الله فعلا مبشر. أيوه. والدولة خدت بالها من بدري، وعشان أكون صادق. أيوه. إحنا في أول شهر 9 الأسبوع الأول من شهر 9 اللي فات اتعمل مؤتمر موسع في هيئة النقل النهري بالقاهرة، حضروا كل العناصر الممثلة من الوزارات المختلفة ومن غرفة الشركات ومن بعض رجال الأعمال في مجال السياحة. طلعنا في الآخر بتوصيات وكله التزم بيها من أول وزارة النقل لغاية جميع المحافظات. عظيم. أعمال التكريك اللي عملتها هيئة النقل النهري كانت فعلا في الأقصر في ثلاث مناطق اللي كان فيهم شحوط، ويمكن الاخ المتصل قال لحضرتك السنه دي. أيوة. اقل من السنه اللي فاتت ان شاء الله. هيئه النقل النهري عملت اعمال تكريك في مجرى النهر في ثلاث مناطق اللي هم كانت مناطق الشحوط اللي كانت ظاهره معانا السنه اللي فاتت، منطقه بين الجبلين، منطقه المريس، منطقه ارمنت. حاليا دلوقتي وزاره النقل عملت غرفه عمليات موجوده عندنا في الاقصر، غرفه عمليات في اسوان، هيئه النقل عملت وزعت شمندرات على خط السير بتاع الملاحه، وبالتالي عظيم. عظيم. مفيش شحوط السنه دي في مجرى النهر. عظيم. ده كلام شحوط على الاجناب في مناطق المرسى. عظيم. احنا خدنا اجراءات من ناحيتنا، قعدنا تمركز
مسطحات بالدفعات. يعني كده خلاص الرحلات بقى بتاعت الأقصر وأسوان شغالة يا سيادة اللواء تمام مفيش مشكلة مظبوط؟ لا الحمد لله مفيش. طب الحمد لله كل الشحوط بيبقى في الأجلاب وإحنا عاملين حسابنا تملي فيه. وكويس إن كنتوا حطيتوا شمندورات ده كويس أوي. السنة دي تقريبا مفيش شحوط. كلام محترم جدا. شكرا اللواء أركان حرب صلاح المندوب المتحدث باسم محافظة الأقصر. شكرا للأستاذ محمود إدريس. فاصل ونعود. ضيفتي النهاردة يعني هي شخصية فلسطينية تحديدا من مدينة غزة قدرت تتغلب على الأوضاع السيئة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي البغيض ورغم كل الصعاب اللي واجهتها حصلت على لقب ملكة جمال فلسطين للتراث والفولكلور وبقى اسمها معروف جدا على شاشات التلفزيونات العربية والمهرجانات الفنية. مش بس كده هي كمان عندها حكاية مع حصولها على لقب ملكة جمال فلسطين لكن عندها حكاية تانية بتؤكد إصرارها وعزيمتها وقوة إيمانها وصبرها بعد ما أصيبت بمرض السرطان عشان تبدأ تعيش رحلة من المقاومة والكفاح. قصة تستحق اننا نسمعها من بطلتها. معايا ومعاكم مريم عيد. مرسي لك على الكلام الجميل. انا اسعد والله. نوره مصر. نوره باهلها. احكي لي يا مريم حكايتك ايه؟ من وين بدك ابدا؟ ابداي كيف ما تريدين. اولا انت ايه مسابقه ملك الجمال الفولكلور؟ هاي مسابقه تابعه لمهرجان التراث والفولكلور المقام في القاهره للسنه الثالثه على التوالي. اشرفت عليه منظمه اليونسكو جامعه الدول العربيه. شاركت فيه تقريبا 21 دولة عربية وأجنبية. فكرة المهرجان أصلا هي دعم السياحة عن طريق الاهتمام بالتراث والفلكلور وطبعا برضو تأكيد فكرة الاحتفاظ بالتراث والفلكلور والتابع لكل دولة. وطبعا مصر لها دور كبير في الاهتمام بهذا الموضوع خصوصا في اللي هو الدول العربية. انت اظن كمان واخده المركز الثاني على العالم اظن. انا الوصيفه الاولى لملكه جمال العالم. الملكه كانت اللي اخذت اللقب الدولي كانت تونسيه. اظن المعايير هنا بتختلف شويه يعني اظن هنا معايير ممكن تكون مختلفه عن مسابقات الجمال العاديه. طبعا مزبوط. مسابقه ملكه جمال التراث والفلكلور معاييرها مختلفه تماما عن ملكات الجمال اللي الدوليه اللي بتصير خصوصا انه شروط المسابقة هي اختيار فتيات أو سيدات لهم روح مبادرة للاهتمام بالتراث. لازم يكون عندها وعي كامل. كمان لازم تكون عندها قدرة أنها تتكلم باسم بلدها اللي هي تابعة لإله. عايز أتكلم عن الجانب الإنساني في حياتك أكتر. عرفيني بنفسك أكتر. أنا عارف أنك أنت يمكن مريتي بتجربة ليست بالسهلة. تجربة صعبة. الإصابة بمرض السرطان وتحمل ألامه ومرارة الألم مش ليكي بس ليكي وللي حواليكي. يا ريت يعني تحكيها لنا وتقولي لنا ايه اللي تم. اكثر شيء بخليني ما اتكلم عن هذا الموضوع لانه الموضوع هذا بيسبب ألم للي حواليا. اولا والدتي وبعد هيك انه انا عندي بنت. التجربه كانت كثير قاسيه ما كانتش بالسهله. يعني انا قضيت سنتين اول ما اجيت على مصر هنا كانت اول سنتين كتير صعبة علي. كنت مصابة بالمرض. كنت بسافر ما بين الاردن وهنا للعلاج. طبعا كل الشكر لمستشفى بهية. انا كنت حابة اوجه لهم رسالة شكر لانه هم تابعوا معي علاجي بالقاهرة ولغاية اليوم انا لازم كل فترة اتابع. عرفت عن الموضوع بالصدفة. يعني انا كنت مريضة. يعني انا مناعتي ضعيفة يعني من وانا طفلة.
فكنت بتابع عن دكتور لتعب عادي، ففاجئ الدكتور انه انا عندي مشكله، فقال لي لازم احنا نفحص. عملت فحص، عرفت، ما كنتش حابه اخبر حدا يعني بدايه، بس بعد يعني بعدها حاولت اخبر اهلي او اخبر اللي حول المقربين، خصوصا ماما. يعني قلت لها ماما انا معي كذا، بس كنت قايله لها انه الموضوع حميد، ما كنتش قايله لها انه صعب او هيك. قضيت فترة العلاج وتعاملت مع نفسي أنا وهيك أنه أنا ما فيها شيء، كنت طول الوقت أقول أنا ما فيها شيء، والحمد لله تغلبت وخلصت على يعني تعالجت من الموضوع، وأنا حاسة لا حسيت بألم الوجع، الحمد لله ربنا عداها علي، ولا لغاية اليوم بحب أتذكره بخلص، أنه بحس أنه كأنه صار معي موقف وراح. مين وقف جنبك في المرحلة دي؟ وأول حاجة فكرت فيها لما عرفت أنك أنت مصابة بالسرطان؟ أول حدا طبعا فكرت فيه لما عرفت أني مصابة بنتي، أنا عندي بنت عندها 10 سنين هلأ. لما يعني مرضت كتير فكرت بالبنت. قلتي إيه لنفسك؟ أكيد قلت أنه بنتي شو بدي يصير فيها وهيك. كتير ناس بتستغرب انه كيف انا اجاني قلب وسافرت. انا كنت بدرب حالي على موضوع اني انا اسافر واترك بنتي، يعني في من الناس اللي بتقول انه انا كيف تركت بنتي. انا ضليت فترة طويلة امرن حالي على موضوع اني انا اترك بنتي واخلي بنتي تحت وصاية ماما. يعني اليوم انا بنتي عايشة عند والدتي، مش عايشة عند حدا غريب يعني. ويا كنت بتحاول تمهدي لها انك انت ممكن يعني ما كنيش موجودة خالص؟ فكرة اني انا اسافر اخذ خطوة السفر كانت تمهيد لفكرة انه ماما انا ممكن ما اكونش موجودة. بس تجربة صعبة قوي. لما يكون في بس اشخاص الانسان في الفترة دي بيحتاج حد يقف جنبه. مين وقف جنبك؟ معنى يعني مين كان بيطبطب عليكي؟ مين اكيد كان؟ زوجي بالرقم واحد، يعني هو اكتر حدا كان بيسألوا هيك، مع اني حتى برضو ما كنتش بخبره كل حاجة. يعني انا فترة العلاج الصعبة قضيتها بالاردن، سافرت وهيك ما كنتش بقول له كل حاجة، خلص انا منيحة انا كويسة. وحاولت قضيت الفترة تقريبا شهرين ونص لوحدي يعني. لوحدك؟ كنت لوحدي. طب ليه؟ كان مفروض والدتي تيجي عندي، بس ظروف المعبر وظروف السفر كانت كتير صعبة، ما حدا بسهولة بيقدر يسافر طبعا من قطاع غزة، فكان صعب انه اهلي يسافروا حدا من اهلي يجي. ثانيا زوجي صعب انه يسافر من القاهرة للأردن برضو، لانه احنا الفلسطينيين كتير بنتعذب بالسفر كتير، هاي معاناة من المعاناة من الشغلات اللي احنا بنواجهها. انا كبنت بتلاقي ظروف سفري اسهل شوي، خصوصا ان كنت بسافر بسبب مرض يعني، فكان ظروف سفري اسهل لإلي. لكن المرض ليه تداعيات، انا عارف تداعياته والعلاج بتاعه، اظن يبقى فيه مشكله الإنسان. انا الحمد لله اكتشفت الموضوع في بدايته. ما كانش متطور معايا بشكل كبير، وبحمد ربي اني انا صار معي هيك، اكتشفت الموضوع بالصدفه. مريتي بالكيمو بعدين والراديشن؟ اخذت اللي هو فتره الاستئصال، وبعديها ما اخذت فتره طويله بالكيماوي، على طول يعني تعالجت بسرعه، لانه الدكتوره الحمد لله اللي كانت متابعه معي كانت بتقول لي انه انت في بدايه الموضوع، مش موضوع كبير. هاي الشغلات اللي خلتني انه شوي اتفائل، انه كانوا الدكاتره بيطمنوني. وبعدين طول ما انت جواتك عزيمه وعارف نفسك انه هيك ربنا كتب. انا انسانه مش بس مشكلتي مرضي، انا انسانه مشكلتي انه انا انولدت ببلد، تربيت ببلد، اليوم عايشه ببلد، فالمشاكل اللي قاعده بتصير والصراعات حواليا خلت عندي فكره انه اي مشكله مهما كانت كبيره بتصغر، بتهون مع الوقت، بتهون. يا انت عندي كم سنة؟ ما بيسألوا الستات هيك سؤال. معلش، أصل حسيت انك انت صغيرة قوي على انت تحملتي. لا انا 29 سنة، يعني صغيرة انك انت تتحملي كل ده. الحمد لله يعني راضية وقانعة. راضية وكتير مبسوطة يعني، ما بحس انه ممكن اكون نوعا ما الظروف ظلمتني، بس انا بحس انه قدرت اتغلب عليها. اصعب الظروف ايه بقى غير المرض في حياتك؟ يمكن الحكي هذا يزعل أقرب الناس إلي، بس
يمكن زواجي لو أنا صغيرة كان أصعب حاجة مرت علي، ويمكن هو بسببها كمان أنا تعرضت للمرض، لأنه أنا تزوجت وأنا عندي 16 سنة، مشاكل وخلافات ومريت بتجربة اللي هو أنا مش حابة أكمل هذا الحكي. أنا آسف جداً لديتك. أصعب شيء مر علي اللي هو فترة زواجي المبكر، أنه كنت صغيرة كتير، ما كنتش حابة الموضوع أصلاً، ما بدي إياه. أنا بعرف أنه الموضوع هذا بيضايق ناس كتير وقراب مني، وخصوصاً بنتي. يعني ممكن بنتي لما تعرف أني أنا ندمت على زواجي تزعل، بس يمكن ربنا عوضني فيها عن مرحلة صعبة اللي أنا قضيتها. دلوقتي أنت في أي مرحلة من العلاج ولا خلاص خلصت العلاج؟ لا الحمد لله أنا شفيت، يعني أنا أساساً صار لي تقريباً سنة مخلصة علاج، والحمد لله رب العالمين. يعني ما احتفلوا بيكي في بهية وعملوا لك تورتاية برضو؟ لا للأسف لأنه أنا تممت علاجي بالأردن، بس بتبع بمستشفى بهية هون بسبب استقراري بمصر بعد ما خلصت العلاج. سمعتني كمان انك انت صوتك حلو، بتغني صوتك حلو، هتسمعينا حاجه طيبه عشان نخرج بره مود الحزن شويه ده؟ انا ما كنت حابه فكره اكون هيك، كنت متوقع اكون اقوى من هيك. لا لا انت قويه، لا انت قويه وعندك عزيمه وعندك ايمان واصرار، والحمد لله انت تغلبتي على هذا المرض بايمانك. فبالعكس الحمد لله انا يعني بقول انك انت اظنك ممكن كمان تبعتي رساله لكل واحده مريضه بهذا المرض. اكيد طبعا تقولي لهم انا إيه؟ انا اليوم مريت بهاي التجربه الصعبه، وببعت رساله لكل سيده اليوم بتعاني، لا كوني مطمنه، كوني واثقه بربنا، ربنا ما بينسى حدا، اكيد ما بيبلينا بمرض الا وفي له علاج. خليكي قويه، تعاملي مع اللي حواليك انه المرض شيء بسيط، خصوصا انه اليوم صار علاجات متطوره، مرض خصوصا سرطان الثدي يعني صار في له علاجات متطوره، ما عاد مثل فكره زمان، الا اذا كان للاسف يعني يكون في مراحل متاخره. فمشان هيك برضه بدعو كل صبيه عمرها فوق 17 سنه انها تروح تعمل كشف مبكر، في مستشفى بهيه او في اي مستشفى دولي تابع لبلدها يعني. وببعت رساله لبنات فلسطين اللي بيسالوني مريم انت وين تعالجتي، لانه للاسف احنا بفلسطين ما في هذاك الاهتمام بالمرض. فانا بقول لهم انا تعالجت هون بمستشفى بهيه وبراعوني، ويعني اي حد حابب يتابع علاجه لازم يجي هنا مصر، واكيد مصر هي حاضنه الامم كلها، يعني هي بلد الامن والامان. وانا قديش بسافر، قديش بنعرض علي اني اسافر، الا اني البلد هاي بحسها بلدي فعلا. انت مرحب بيكي دايما ومنوره ومصر، وكفانك انت يعني اهو طلعتي ملكه جمال الفولكلور، يعني الله يخليك، ده شيء احنا نفخر بيه. اظن انك انت دايما بعد يعني المحن تاتي المنح، فاظن فوزك بعد فتره الالم اللي عشتيها والمرض الشديد بهذا اللقب، وانك انت تكوني المصنفه رقم 2 على العالم، اظن ده ممكن يكون حقق لك جزء من ذاتك. اكيد اكيد طبعا، انا اليوم كتير فخوره وكتير مبسوطه انه رب، بحس انه ربنا قاعد بيعوضني عن كل حاجه انا مريت فيها وتحملتها بايمان. يعني الحمد لله، وربنا يتم عليك دايما الصحه. هتغني حاجه، هتسمعين حاجه فلسطيني؟ ايه بغني. اتفضلي. هغني شيء بين الفلسطيني والشامي. طيب. يا ما احلى الفسحه يا عيني على راس البر والامان، نور عيني 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 على موج البحر. يا ما احلى الفسحه يا عيني على راس
صوتك جميل. هتكملي في الغناء؟ هتعملي حاجة في الغناء؟ والله أنا بغني من وأنا تقريباً عندي 14 أو 12 سنة، أنا طفلة أصلاً يعني، وأخذت تقريباً المركز الثاني على قطاع غزة، كنت بغني من أنا صغيرة، بس بعد هيك الظروف اللي أنا مريت فيها خلتني أكون أبعد شوي عن موهبتي، إني درست إدارة أعمال، توظفت اشتغلت من وأنا عندي 17 سنة، أنا اشتغلت ودرست وكنت بشتغل وبصرف على نفسي برضو، لأنه إحنا عنا الجامعات مدفوعة، ما في عنا دولة تدفع لنا لحتى نكمل تعليمنا، فشوي نسيت مواهبي. اليوم أنا بحس عندي القدرة أني أنا أركز على موهبتي أكثر، بحس أنه ممكن أكمل بمجال الغنى، ليش لا؟ بحس أنه الإنسان حتى لو وصل عمر 50 سنة 60 سنة طالما هو بيحب شيء ليش ما يمارسه؟ ليش ما يكون قد أنه يقدم رسائل؟ الفن على فكرة مش الفن المبتذل اللي احنا بنشوفه اليوم، يعني الفن رسائل عظيمة، يعني انا حابة اني انا اقدم شيء له رسالة مش اكتر. احنا سعداء بيكي، نعتبرك نموذج للإصرار والنجاح والتحدي. مريم أيوب، ملكة جمال فلسطين، انا سعيد اني شفتك النهاردة، والله انا اسعد وسعيد يعني بإيمانك بنفسك وقوة إيمانك بربنا سبحانه وتعالى، أنا وصبرك على الابتلاءات اللي انت تعرضت ليها. الحمد لله. أنا بس كنت حابة أوضح فكرة قبل ما ننهي الحوار، أنه أنا في كتير ناس بتنتقدني خصوصا من أهل بلدي، أنه بيفكروا أنه عشان أنا شاركت بمسابقة ملكة جمال أنه أنا بأستغل جمالي بهيك موضوع. أولا أنا ما شاركت بالمسابقة إلا من قناعة أنه المسابقة هاي إلها هدف سامي، اللي هو الاهتمام بتراث بلدي، بلدنا اللي بتتعرض للسرقة، المعرضة للاحتلال، تراثنا قاعد بنسرق، فولكلورنا قاعد بنسرق. أنا شفت نماذج كتير إسرائيليين قاعدين بيهتموا بالتراث أكتر منا، بيوصلوا للعالمية مش بس، وطبعاً هو تراثنا إحنا كفلسطينيين. فإجا فكرة اهتمامي بالموضوع إجت من فكرة اهتمامي ببلدي، فأنا بس كنت حابة أنه أحكي بهذا الموضوع لأنه كتير بضايقني، كتير ممكن هو من المشاكل الوحيدة اللي بتواجهني بالوقت الحالي واللي أنا ممكن لوحدي ما أقدر أواجهها. أنا بشوف على السوشيال ميديا مش بس أنا بتعرض لهيك حكي، أي حدا بيحاول يظهر الفن أو يظهر الثقافة بيفهموها بمفهوم آخر وبيحاولوا يحبطوه، فإن شاء الله ربنا بيقويني يعني. الحمد لله على سلامتك وألف سلام عليكي، والحمد لله على سلامتك من مرض السرطان، ربنا دايما يشفيكي ويعافيكي، ومبروك فوزك بهذا اللقب. الله يخليك. وفي انتظار بقى ان احنا نسمع نشوف اعمالك الفنيه القادمه ان شاء الله باذن الله. وزي ما قلت في الاول يعني انا حبيت اقدمك النهارده كنموذج للإصرار والصمود، مقاومتك للمرض وحبك للحياه وحبك لبنتك وإيمانك إنك أنتي هتستمري عشان تربي بنتك، إن شاء الله يكون حافز ودافع يخليكي تستمري وتنجحي وتقاومي المرض إلى الأبد إن شاء الله، إن شاء الله. بإذن الله. مريم بشكرك جدا، أنا حبيت أقدم هذا النموذج ملك جمال فلسطين الفولكلور اللي كافحت مرض السرطان وقدرت الحمد لله بعون من الله سبحانه وتعالى أنها تقاومه عشان تبدأ حياة جديدة إن شاء الله بإذن الله. أنا حبيت أقدمها النهاردة كنموذج واحد من الناس. مع جمعية الأورمان قدرنا ننزل قرية كفر الفرعونية في أشمون محافظة المنوفية، وزعنا بطاطين والحفة الحمد لله في حملة دفي بردوم اللي احنا مستمرين فيها، واللي احنا إن شاء الله بندعو كل المواطنين في مصر وفي ربوع مصر إن هم يشاركوا معنا عشان نصل لرقم 1,000,000 بطانية إن شاء الله. نشوف التقرير.
لكم حاجة مهمة، إن بكرة إن شاء الله عندنا معاد مع قيمة وقامة فنية كبيرة جدا في الفن، فنان امتد مشواره لأكثر من نصف قرن وقدم عشرات الشخصيات اللي عاشت في وجداننا ومشاعرنا. بكرة هيكون معنا إن شاء الله الأستاذ الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة في حوار نادر جدا أن يظهر في الإعلام معنا في واحد من الناس، هيكشف لنا لأول مرة عن جوانب شخصية وفنية في حياته ما قالهاش قبل كده. انتظرونا غدا في حوار مميز مع فنان من نجوم زمن الفن الجميل. وقبل ما أسيبكم تعالوا أسمعكم رباعية لشاعرنا الجميل صلاح جاهين، واللي بيقول فيها: مع إن كل الخلق من أصل طين وكلهم بينزلوا مغمضين، بعد الدقايق والشهور والسنين تلاقي ناس أشرار وناس طيبين وعجبي. وأشوفكم على خير بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من واحد من الناس. تصبحوا على ألف خير.